الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم إلى يوم الدين. أعظم عطية يجدها الإنسان في الحياة، وأجل وأعظم مطلوب. انظر إلى ما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب فلانا، أحب إنسان، له نبي وله رسول، وقد يكون نبي وقد يكون رسول، إذا أحب فلان، أحب إنسان، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. رب العزة الملك رحمن الدنيا والآخرة الذي خلقنا سبحانه جل في علاه، إذا أحب إنسان ينادي أشرف الملائكة: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ينطلق جبريل إلى من؟ إلى أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان. ما في السماء؟ ملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط. لا يوجد موضع جبريل إلا ملك راكع أو ساجد، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه جل في علاه. كم عدد الملائكة؟ لا يعلم العدد إلا هو المولى سبحانه جل وعلا، فيكتب له القبول في الدنيا. محبة الله التي سعى إليها المؤمنون، سعى إليها المخلصون، سعى لنيلها المتقون، المحسنون، المنفقون، الصادقون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، يتنافسون ويتسابقون لنيل أعلى الدرجات. لذلك الإنسان يفتش عن نفسه: أين محبة الله؟ أين هذه المحبة؟ أين وصلت؟ هل سأل الإنسان نفسه هو يحب الله؟ مقياس هذه الدرجة، مقياس هذه المحبة، هل رب العزة جل وعلا يحبه؟ هل أعماله تقربه إلى الله عز وجل؟ هل أعماله، هل أفعاله، هل أقواله على ما يرضي الرب سبحانه جل في علاه؟ أم هناك خلل؟ أم هناك تقصير؟ أم هناك تضييع؟ يفتش الإنسان عن نفسه. لذلك العاقل يفتش عن الأسباب التي توصله إلى الله، يبحث عن الوسائل التي توصله إلى محبة المولى سبحانه جل وعلا، يبحث عما يقربه إلى الله من عبادات قد رضي الله عنها، قد شرعها لنا. ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يسعى، يقدم، يؤدي، يفعل، يجاهد نفسه حتى ينال أعلى الرتب، يكون من أولئك الذين اصطفاهم المولى سبحانه جل وعلا. هي درجة الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك لابد أن أبحث، أن أسأل، أن أتحرى. ينبغي علي أن أفتش عن نفسي: يا نفس، أين أنت من محبة الله عز وجل؟ ولذلك علينا أن نبحث عن الوسائل والأسباب التي تقربنا إلى الله. من تلك: أين أنت من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عباداتنا، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في البيع، في الشراء،
في تعاملاتنا مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الأرحام، في تعاملاتنا كلها. أين نحن سنة رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أين نحن من تلك، من ذلك الاتباع؟ لذلك كانت هناك الآية التي قال عنها ابن كثير وغيره، هي آية الابتلاء. إذا كنت حقا تحب الله عز وجل فأين أنت من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لن تصل إلى محبة الله حتى تكون مقتديا بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. عجبا، البعض حينما يذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله اسمح لي شوي حتى أنا لا زلت مش مقتنع. يا إلهي، ألا يوجد في النفس قناعة بآيات الله عز وجل، بكلام المولى سبحانه؟ ألا يوجد في النفس قناعة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا نبينا وهذا رسولنا وهو طريقنا إلى ربنا سبحانه جل في علاه. إذن أبحث عن اتباعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء كله. هل صلاتك وفق السنة؟ هل طهارتك وفق السنة؟ الصوم، البيع، حينما تبيع، حينما تشتري، ولا تترك الأمر هكذا دون سؤال ولا بحث. فيبحث الإنسان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل العلم في هذا الجانب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل طريقك إلى محبة المولى سبحانه جل وعلا. يحرص الإنسان على أن يكون لله ذاكرا، فاذكروني أذكركم. إذا ذكرك الله أحبك، إذا ذكرك الله أحبك. وإن ذكرني في نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. بل سبحانه يرسل ملائكة يجولون في الطرقات، وين المكان اللي فيه ذكر؟ ثم بعد ذلك يصعدون المولى سبحانه جل وعلا. هناك الذاكرون، سبق المفردون، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا الذاكرات، أولئك السابقون، أولئك المقربون. من كذلك الوسائل، ابعد، جنب نفسك عن الفتن، الشبهات والشهوات. اجعل قلبك في حماية، اجعل لسانك في حماية، لا تجعل قلبك في كل مكان، ولا تجعل هذا القلب يدخل عليه كل شيء. حافظ عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. تقوى الله طريق إلى المحبة، الإحسان إلى الخلق طريق إلى المحبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله؟ قال سرور تدخلها على مسلم، وحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وفقنا الله لمرضاته ورزقنا حبه وحب من يحبه.